الفائدة من هذه هي لإعادة تأهيل ما دمرته أيادي الضلال والأضرار الكهربائية الناتجة عن العمليات العسكرية والعمليات الإرهابية في مناطق جزيرة الرمادي وفي مدينة الرمادي وضواحيها. تم تغطية مناطق مركز مدينة الرمادي، مناطق شرق الرمادي، مناطق غرب الرمادي وجزيرة الرمادي، وكذلك قضاء الخالدية والمناطق المحيطة بها وقضاء هيت والمناطق المحيطة بها، ومن الله التوفيق. انبرت جهود الخيرين من أجل إعادة الطاقة الكهربائية، وتمت بالفعل إعادة الطاقة الكهربائية، والآن الأنبار تنعم بطاقة كهربائية يعني شبه متواصلة دون انقطاع. الكهرباء جيدة جدا، يعني سائرة نحو يعني عدم الانقطاع.